لا بلاش رجل كادي منفوخه بزاف. ماشي صافا خلا صافا خلا خلا لا 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 عجل رايح لا لا ماشي مشكل انا ما يبدو الناس ان شاء الله فين هو وليد كذا عندي فهاد الصوان عند خويا مشخ خصك تعاودي ترجعيه يقرا ولا دخلها شي سونتر بعدا ولا شي إذا المشاهدين الكرام مرحبا بكم في بث جديد من مدينة الدار البيضاء أو بالضبط من الحي المحمدي. اليوم قصتنا مع هذه السيدة هذه اللي مسكينة كتعاني الأسوأ كتعاني يعني الحياة البائسة لا إله إلا الله. نتمنوا من الله نعاونوها كاملين ولو بأي حاجة قليلة، فقليل من عندي وقليل من عندك كيولي كثير بالنسبة لها هي. وكنعرفوا لان الصدقه هي عطاء من عند الله سبحانه وتعالى، يعني وبعض المرات واخا يكون عندك فلوس تقدر سبحان الله ما تصدقش، العكس صحيح، كاين اللي ما عندوش داكشي اللي عنده في جيبو سبحان الله سبحانك يا عظيم. فهاد السيده كتعاني مسكينه السرطان من بعد ما تطلقات، طلقتي قبل ما يجيك المرض ولا من ورا ما جاك المرض؟ قبل. فطلقات جاها مرض السرطان اللي كنسال الله يشافيها ويحفظ جميع ويشفي جميع الناس اللي مرادين به ويحفظ الجميع ان شاء الله. فجاها السرطان ما لقاتش باش الدواء لدرجه عندها ولدها ما لقات لا باش داويه ما لقات لا باش توكلو، يعني لولا ان اختها وخوها اللي هازينها ولو ان خوتها حتى هما مساكن ماشي شي خدمه ولا شي حاجه. فسبحان الله داكشي البركه ديال الوالدين كي كنقولوا. السلام عليكم خشي. وعليكم السلام خويا. عاودي لي شويه من داكشي اللي كتعيشي بعدا باش مريضه وامتى امتى مرضتي؟ انا مريضه مرض السرطان في الوالده، ما عنديش اللي يعاونني، عاون عليها اختي وخويا حتى هما على قد الحال، وبغيت شي حد يساعدني الله يرحم الوالدين غير بالقليل ولا بالكثير. واخا منين وانتي فيك السرطان دابا؟ دابا جي يلا 4 شهور. 4 شهور كداوي عليه كديري التحاليل؟ غير التحاليل هاد الساعه، التحاليل هو كيسخسخوني طالع هنا هبطي هنا طالع هنا هبطي هنا وعيس. كتلقاي منين فين ديري التحاليل؟ كتلقاي الفلوس باش كديريهم؟ لا الرا دير الرامي. وشكون اللي كيعاونك فلوس المركوب والترونسبور وداكشي؟ غير الناس بحال وجهك هما اللي كيعاونوني، واحد كيعطيني 100 درهم كيعطيني 150 درهم وهادشي اللي كاين. كل واحد باش مسخا باش مسخا الله. ما عنديش اخويا ما نكذبش عليك. وشكون اللي هازك في المصروف والماكله والعيد؟ اخويا واختي هما اللي هازيني هاد الساعه. خوك واختك خدامين؟ على قد الحال. فاش خدام خوك؟ خويا كيبيع الديسير شويه شويه، واختي تا هي مسكينه ما عداش. يعني على قد الحال حتى هما يلا الى هزوا راسهم الله يرضي عليهم. هذه هذه هي الخاوه والا فالا. وبالنسبه لولدك كيقرا شحال عنده من عام دابا؟ 14 عام. 14 عام كيقرا؟ لا كيقراش. اش ما كيقراش؟ 14 عام خاصو يقرا. ما كيقراش مابقاش مابغاش يكمل ليا القرايه، ولكن دافع هذا الصنع 14 عام مش من صنع. ودافع على واحد النجار الله يجازيه بخير تا هويا، غير تعلم ليا شويه مابقاش جالس ليا في الدار ويخرج ليا الزنقه، هو تمشي تبدا ليا شي بليا. دافع على واحد النجار الله يجازيه بخير، شافني هكايا بحال هكايا خدا عندو راه كيعاونو. هذا ما كان لا اله الا الله. هذا الشيء. وشحال وانت كتعيشي هكا الظروف وهاد المعاناه؟ كون كانت عندك صحتك بعدا كون خرجتي تخدمي. ماشي بزاف كانت خدامه كانت عند الصنايعه، كنت خدامه نخدم هوك ونخدم هوك، حتى طحت في السرطان صافي ترسو فشلت شي. كنشوفو رجليك دابا منفوخه، دابا مالها علاش منفوخه رجليك؟ ما عرفتش لحد الساعه ما عرفتش
بقى ما عرفتيش علاش من فوقه. بقى ما عرفتش والله دفعوني التحاليل، يلا غندفعوني من غدا، بقى ما عرفتش شحال هي درجه. والتحاليل الناس اللي عاونوك باش ديريهم؟ لا تحد معاوني، راه السبيطار كنمشي ندير التحاليل كنديرهم الرامي كندفعوني، ملي مشيت عندهم البارح قالوا لي سيري تجيب التحاليل، غير دفعت من البارح راه كنتسنى يخرجوا لي غدا نديهم ليهم ان شاء الله. واقفة على المساعدة انت هي خاص؟ واقفة بزاف وبزاف، ماشي غير شوية بزاف، أكثر ما كتصور. أنا اللي واقفة على المساعدة، مابقا شي إنسان يدفع لي الكلينيك ولا غير يساعدني. دابا انت هي خاصك عملية بحال داكشي، غير حل ليا تما الدرا نعيت، عيت بزاف، كنعس لا بالليل لا بالنهار. والو ما كتنعسيش؟ والحريق بزاف عندي. والو الحرق عندي بزاف. خاصك شي دواء وما كتاكليش؟ عندي الدواء ولكن هذاك الدواء ما قاديش ليا. لا اله الا الله. مشاهدينا الكرام، نتمنى على ان هذه السيده بالاسئله نكون وصلت لكم جميع المعاناه ديالها، ولو انه ما كيحس بكي كنقولوا بالمزود غير اللي مخبوط به، يعني ما كيحس بالمعاناه وداك الشيء غير هي اللي عايشاها. فمن الدخله الاولى يعني الا دخلتي غادي تبان لك الدار، غادي يبان لك يعني ان سيده مكرفسه كي كنقولوا، ما عندها فلوس باش الدواء، ما عندها فلوس باش تعيش، ما عندها فلوس باش تشري داكشي الدواء اللي خاصها، ما عندها فلوس باش تمشي في طاكسيات خوتها، يعني ماشي شي عمل اللي لا اله الا الله. نتمنوا من الله يعني يكونوا حنا اولا تكونوا نتوما متابعين الكرام هما السند وهما الرفيق وهما الاخوه وهما الاباء ويكون فيكم يعني كلشي كي كنقولوا. واللي دار شي خير في الدنيا راه كيلقاه في الاخره، ياك. شنو الرسالة اللي تبغي توجهي للناس؟ الرسالة اللي بغيت نوجه للناس انهم يعاونوني، الله يرحم الوالدين، الله يسهل على كل واحد، الله يشافي كل جميع المسلمين يا رب يا امين. اللي ساعدوني بحال اللي ساعدوا امهم ولا اختهم ولا خوهم، هادشي اللي كنطمن الناس كاملين اللي كانوا كيسمعوا. واخا شحال النمرة ديالك؟ كنحط النمرة ديالي. النمرة ديالي 06، باقي ديالي نعيمات. علاش؟ بلاتي باش يتواصل معايا. خلاه صافي بحال بحال، ماشي مشكل. ماشي مشكل ماشي. 06 هذه كتبقى شاعله بعدا، شاعله ديما. 06 69 01 36 98 06 69 01 36 98 هذه هي النمره ديال السيده. نتمنوا من الله المتابعين الكرام يكون واحد التجاوب مع هذه السيده هذه، لحقاش مسكينه واقفه على المساعده كي كنقولوا. شكرا لكم متابعينا والى اللقاء.